Hello guys and welcome back again to another video. This is Muhammad Inofali and today inshallah we are going to talk about my story about English. So first of all, I would like to thank you because you have many times give me and support me in every video I share with you. So thank you very much. خلونا نحكيها بالعربي. حقيقة اليوم حاب احكي لكم عن قصتي مع اللغة الإنجليزية وشلون صارت. يعني أول شغلة، أول انطلاقتي مع اللغة الإنجليزية تبدي وأنا طالب ثاني متوسط ويا كلمة ماي. كنت طالب صف الثاني متوسط وأنا بالمدرسة كنت طالب متوسط، يعني كلش ممتاز وأحب الدراسة ودائما أقرأ كتب ومتميز، كلها أعفاء قضيتها. لكن باللغة الإنجليزية حالة حال أي طالب متوسط. فإجانا مدرس جديد سألنا، هذا المدرس يحب يسأل دائما، فدائما كان يقول لي يسأل، فشوفني أنا دائما نشط ويحشون علي بالإدارة، يحشون بي بالإدارة، لا مو يحشون علي، يحشون بي بالإدارة أنه محمد طالب صف ثاني متوسط. فقال وين هذا محمد؟ فأنا بالإنجليزي حقيقة مو قوي كنت يعني. فدا نحكي وقال دنتردا يقرأ قطعة، هو كان بوقتها حتى ذكرها كانت قطعة الأمير. فالمهم فقال يعني مثلا ماي ستوري يعني هيك ماي ستوري. فقال محمد شنو يعني ماي ستوري؟ قلت له والله استاذ انا ستوري اعرف معناها قصة، بس ماي ما اعرف شنو. قال لي صدق؟ قلت له والله ما اعرف. يابا يا فضيحة الفضيحة، أنت محمد ما تعرف ماي؟ قلت له والله أستاذ ما أعرف. قلت له أستاذ معناها ذس؟ قال لا مو معناها ذس. انصدم هو، يعني أنا ما أعرف شو أقول له، يعني أنه بأستحي أقول له أنا ما أعرفها وأنا الطلاب كلهم يدرون بي أنا شاطر مالت الصف ومراقب، كنت مراقب مال الصف. المراقب ما يعرف إنجليزي وما يعرف كلمة ماي وشاطر مالتهم. يا باي والله لحد الان خجلان من هذاك الموقف. المهم فقال لي لا ماي معناها خاصتي، يعني فشي يخصني. قلت له استاذ يعني مثلا ماي بوك كتابي؟ قال اي. قلت له ماي بين قلمي؟ قال اي. انا من صار بي هذا الموقف صار عندي فضول، قلت لازم اتعلم انجليزي. هذه طبعا انا من منطقه ريفيه، عندنا حلال وعندنا بقر وعندنا يعني نزرع، فما يعني ماكو واحد يحكي انجليزي. فاللغه الانجليزيه كانت شيء غريب بالنسبه الي والاهلي والمنطقه، يعني منطقتنا كلها ما تعرف، ماكو واحد يحكي انجليزي. مدرسين رياضيات اكو بس انجليزي ماكو. فانا حبيت اتميز، قلت لا لازم ادرس الانجليزي واتعلم. المهم ف يعني من ماي بديت يعني صار عندي فضول مع اللغه الانجليزيه. طيب بعدين دخلت ثالث متوسط ونجحت. بعدين يعني قمنا نطلع نروح للمدينه، يعني احنا كنا منطقه ريفيه ماكو قواميس ولا اكو اي شيء. فمن رحت للمدينه دخلت على مكتبه كبيره، فسالت ابو المكتبه قلت له عندك قاموس انجليزي؟ قال عندي هذا صغير. اخذت قاموس حد الان اتذكره اسمه قاموس الجيب، انا محتفظ به صراحه، نسيت ما جبت لكم اياه، محتفظ به، هذا اعتبره بالنسبه لي كنز. فاخذته صغير هالكبره هيك صغير ينحط بالجيب، هو اسمه قاموس الجيب. فاستغربت الله اكو كلام اقدر اترجمه، يعني اكو كلمات. والله يا اخوان قسما بالله العظيم يعني ما اعرف، ما يعني منطقتنا ريفيه ماكو مكاتب ولا اكو شيء، هو ملازم ماكو، كتب ماكو. المهم فاللي صار انه اني اخذت هذا القاموس وبديت احفظ كلمات، بس شنو؟ شو اسولف لكم؟ شو احكي لكم؟ ما عندك يعني ما عندي لفظ، يعني مثلا نو يعرف الفظها كنو. طبعا لحد الان انا اعاني من هاي المشكله. اخذت هذا القاموس ب 4000 كلمه كلها انحفظتهن. 4000 كلمه كلها انحفظتهن من كثر ما احب اللغه الانجليزيه وحبيت اللغه. ظليت احفظ وارجع لي ورا. المشكله انه حفظي على لفظ غلط. يا سالفه السالفه ويا مصيبه المصيبه. يعني تخيل انا حافظ 4000 كلمه لفظها غلط، والمشكله اذا تتعلم على اللفظ تعود. 4000 كلمه يا مصيبه المصيبه. بس شنو؟ صرت مترجم، حفظت كلمات هوايه شوف اللي صار وياي. بندخلت بالاعداديه وانا قوي ووحدي بالمنطقه يحكي انجليزي. ها؟ كنت سالفه راح اطول سامحوني. فبالاعداديه قمت ادرس، يعني دخلت رابع قمت ادرس. قمت ادرس طلاب ويعني اخذ من عندهم فلوس. والله اتذكر لحد الان اول طالب درسته اخذت عليه 25 على الكتاب، كان طالب دور ثاني. المهم درسته ونجح. حبيت الموضوع، 25 كانت حلوه. درسته قمت احب التدريس، مشكله من قمت ادرس قمت الواهس، صار لي واهس انه اسمع اكثر، اشوف، اسال. قمت بعدها يعني قمت انا مو قلت لكم قمت اروح للمدينه، فقمت اشتري قواميس وقمت اشتري ملازم، انا ارتفعت درجه، اسر قواميس بالشوارع، فارتفعت شويه درجه، المهم ما اقول لكم صرت اقوى بالانجليزي وقمت انجبر على انه اتعلم حتى ادرس. بعدين قاموا يجوني طلاب قمت ادرس رابع وخامس وصلت للسادس اعدادي وانا ادرس، يعني انا طالب سادس وادرس طلاب، يعني ونافس المدرسين، ها عمي طلاب وخصوص انا طالب سادس يعني. طبعا هذا الحكي هذا كتاب الانجليزي السادس بعد منازل، يعني من طلعت من السادس او بالسنه اللي انا دخلت فيها سادس نزل هذا الكتاب، او قبله لا يمكن طلعت من السادس ونزل هذا كتاب السادس هسه حاليا كتاب السادس الاعداد العلمي الادبي. من ذاك الوقت انا ادرس طلاب يعني. بعد ما طلعت من السادس اعدادي انا من كنت خامس علمي سادس علمي انا حاطه براسي الانجليزي ماكو قافل، لو انجليزي لو ما ادرس، شلون اسوان قبل؟ لو ملازم لو مو لازم، لو ملازم يعني لو زوج ملازم، لو ما لو انجليزي لو ما ادرس. قافل، قلت اذا اضطر الامر اسافر لغير دوله الا ادرس انجليزي، مو يعني احب الانجليزي. بس المرحله اللي هي بين السادس والجامعه كانت اكو عطله 4 اشهر قعدت بيها، ها طبعا هاي شنو؟ ارتفعت مرحله النوم، عرفت في شيء اسمه يوتيوب وانترنت. كان عندي اشتراك شهري بشركه زين من 12 بالليل لحد 8 الصبح، بس بالليل يفتحون شركه زين، ليش؟ على مود بالليل ما حد يتصفح، فبالليل كليته انزل فيديوهات انجليزي واسمع. اسمع مدرسين مصريين واظل اسمع انجليزي واسمع فيديوهات. وقمت احفظ جمل. اجيب جمل واحفظ، بس كله لفظي غلط، يعني ماكو شيء صح. المهم اني اي وانت سبيك المهم قمت احكي انجليزي، اي واحد اشوفه بالشارع اقول له هاي هاو ار يو سبيك انجليزي. ومره احكي ويا واحد قوي بالانجليزي هو يصلحني يقول لي لا مو هيك، وقمت اساله واخابر فلان، وحبيت اللغه يعني قمت يعني احاول احكي. بعدين اكو واحد لقيت واحد مهندس كهرباء يداوم بغداد ويداوم اجانب ويحكي انجليزي، فقام يحكي وياي قال لي دقيقه شلون هيك؟ بعدك انت سادس اعدادي شلون تحكي انجليزي؟ بعدني سادس احكي انجليزي طلاقه. ما يعني احكي وياه تخبل قال دقيقه شلون عندك لغه انت؟ انت تارك؟ قلت له والله لا دارس ولا هاي، انا رجال قضيت عمري هنا اكثر منطقه واصل لها اليوسفيه. عمري ما واصل حتى ما مسافر. قالت شلون ايش عندك لغه؟ قلت لا احب اللغه. المهم فتقويت بالانجليزي حيل وظليت اسمع، صارت لغتي قويه. المهم رحت قسم لغه انجليزيه، من دخلت على قسم اللغه الانجليزيه يعني هنا الانقلاب اللي صار، الانقلاب الداخلي. اول يوم قسم اللغه الانجليزيه كان عندنا اختبار، هذا الاختبار كانوا يختبروننا يحجون ويانا فيشوفون هل احنا عندنا لغه لو لا، اذا عندنا لغه يقبلونا، ما عندنا لغه ما يقبلونا، ويقيسون ايضا على المعدل. المهم يا اخوان والله ما احكي لكم، اخوكم بعد هاي لعبته. الله نوم لقيت واحد يحكي انجليزي وياي صدق كذي واني ما مصدق. المهم لقيت واحد اسمه استاذ ابراهيم ماجستير انجليزي هسه هو كمل دكتوراه، فهو حكى وياه اصعب استاذ بقسم اللغه الانجليزيه دكتور ابراهيم جبوري قافل. قال يس tell me about yourself، اخبرني عن نفسك. حبيبي وانا هاي غير اموت على هاي السالفه ما مصدق اسمعها. قلت له يس سير ماي نيم از محمد اند اي ام فروم بابل اي ام فروم حله اي لايك تو سبيك ان انجلش and I like to study English department because This is my dream since I was a student. And وين انطلقت لك علي ذيك الانطلاقه الحلوه؟ هو بس صافن. هو كانت يمه اكو دكتوره ثانيه صافنين دقيقه. كان يقول لي Did you travel to any country؟ هل سافرت الى اي بلد؟ Did you travel to Canada؟ Have you ever been in USA؟ كنت قبل بامريكا؟ قلت له لا. قلت له اصلا حتى جواز سفر ما عندي. قلت له In fact, I don't have even passport and I'm just a student. But I like to speak English as I told you. بس أنا أحب أحكي إنجليزي مثل ما قلت لك. هو انصدم. الدكتورة اللي بصفه عافت الشخص، والله العظيم الدكتورة كانت تمتحن واحد ثاني، عافته وجت علي. قالت Did you know that you are هي قالت لي Did you know that you are the best student in the university؟ هل تعلم ان انت افضل طالب بالجامعه؟ يعني صراحه ذيك كانت احلى موقف صار ما انسى ابد، موقف كلش حلو. هاي بالجامعه مرحله اولى توني انقبلت. المهم والله قبلت انجليزي وظليت استمع واتعلم واسال واناقش، كنت دائما احكي انجليزي ويا الكل. احاول احكي انجليزي ويا ذاك وهذا يصلح لي وهذا يغلطني وهذا يقول لي كذا ونتناقش، المهم احلى سنين قضيتها بالجامعه، احلى سنين. فدخلت قلت لكم عاد دخلت انجليزي والى اخره، فاللي صار انه عاد بعدها نقطه ايضا مهمه صراحه صارت بحياتي ايضا مع قسم اللغه الانجليزيه. من تخرجت من الجامعه لا مو بعدني طالب مرحله ثانيه، بديت ادرس جامعه، بديت ادرس مواد الجامعه مثل الصوت والنحو، وهذا الشيء كلش طورني ايضا. يعني انا ادرس مدرسين فكلش طورني، موجوده قناه على اليوتيوب ايضا اسمها English for University انجليزي للجامعات، فكلش حبيت اللغه الانجليزيه جدا وحبيت ادرسها وحبيت انقل فد شيء يعني للطلاب، وهذا الشيء كلش فادني صراحه اللي هو من درست جامعه الى ان صار اليوتيوب التدريس الالكتروني، ويعني تعرفت على منصه اساس ولقينا كاميرا ومعدات والحمد لله تطور شغلنا واحنا في تطور يعني اكيد، وهذا اللي صار وياي وهذا قصتي مع اللغه الانجليزيه. وبس يعني احب اقول بالاخير اللي يحب شيء يحارب على موده. انا حاربت على مود اللغه الانجليزيه، حاربت نفسي وحاربت الكل، هواي انتقدتني ناس وعيبوا علي، بس الحمد لله يعني بالاخير حققت حلمي ودخلت انجليزي والحمد لله. اسال الله ان يوفقكم وان شاء الله تروحون للاقسام اللي تريدونها وتختارون التخصصات اللي تحبونها، وان شاء الله تصير قصتكم حلوه او تروونها لاجيال القادمه. اشوفكم بخير، كان معكم الاستاذ محمد النوفلي مدرس ماده اللغه الانجليزيه.